جماعة أنصار السنة في السودان أصبحوا فايعين بعد المادة، وقد كانت دعوتهم دعوة عظيمة لا يكاد يوجد لها نظير. فلما أصبحت تحت يد محمد هاشم الهدية، ماذا أصبحت دعوة مادة. ثم بعد ذلك انفصل منهم جماعة إلى جماعة التفسير، دليل على عدم اهتمامهم بالعلم وبالتربية. ثم انفصل منهم جماعة منكرين على الهدية ومن معه، الذين أصبحوا أذنافا لعبد الرحمن ابن عبد الخالق من أجل الدينار الكويتي. انفصل جماعة لأن الهدية نعم رخص للنساء يدخلن الجامعات التي فيها اختلاط، وأيضا ضيق على المتمسكين بالكتاب والسنة فانفصلوا. ثم انفصلت جماعة أخرى أيضا بعد ذلك. فالمهم أصبحت دعوة ميتة، وكل دعوة تدخلها الأغراض الدنيوية تفسدها.